ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو سهل جدا وبسيط، طريقه شوربه لسان العصفور بمرقه جميله جدا وطالعه معانا جميله جدا. كل اللي احنا محتاجينه معانا لسان العصفور بتاعنا، المكرونه، ومعانا الملح بتاعنا، ومعانا المرقه بتاعتنا. واحنا مجهزين الحله بتاعتنا اهي على النار، فيها معلقه كبيره سمنه او زبده اهي جاهزه معانا اهي. اول ما هتسيح معانا السمنه كده هنروح نازلين. طبعا شوربه لسان العصفور مفيده جدا بقى في البرد والسقعه والاطفالنا، جميله جدا جدا وخفيفه، وفي نفس الوقت وجبه خفيفه جدا. هنحط لسان العصفور اللي احنا عايزينه، الكميه اللي احنا عايزينها بقى اهي، حط تاني اهو كده كفايه قوي، ونحمرها في السمنه بتاعتنا اهي. اهي هنحطها في السمنه، واول ما تحمر معايا وتاخد اللون الذهبي هنرجع بقى نكمل مع بعض. اهي المكرونه بتاعتنا اهي خدت لون ذهبي جميل جدا، لازم ايدينا تبقى فيها كده عشان ما تتحرقش مننا، وتبقى واحده لون وواحده لون، تبقى واخده اللون الذهبي بتاعنا ده. هنيجي بقى في الخطوه دي هنروح نازلين بيها بالمرقه بتاعتنا اهي. المرقه بتاعتنا بقى مرقه فراخ، مرقه لحمه اهي، ننزل واحده واحده كده اهي اهي، وكده بقت خلاص كده جاهزه معايا. اول ما هتستوي هنجرفها مع بعض، وكده عملنا اسهل شوربه لسان عصفور، مفيش ابسط من كده اهي. خلصت معانا كده، نقلب المكرونه بتاعتنا. طبعا المرقه بتاعتنا لازم نبقى عارفين ان هي مالحه ولا لا، ومحتاجه ملح ولا لا. هننزل برشه ملح بسيطه جدا اهي، وبكده خلاص بقت جاهزه معانا. هنسيبها بقى، واول ما تجلي معانا وتستوي معانا هنطفي عليها ونقدمها مع بعض. اهو شكل لسان العصفور بتاعنا اهو استوى وبقى جميل جدا. هنجرفه بقى مع بعض ونشوف شكله النهائي ايه. وده شكل لسان العصفور بتاعنا اهو بعد ما جهز، ما خدش 5 دقايق معانا واستوى وبقى جميل جدا، وفي اسرع وقت عملنا اسهل طريقه للسان العصفور. وكده خلاص تكون وصفتنا خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. جربوها بقى وقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.